الوقفة التاسعة، قال قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ليس من الأصول الفقهية. قالوا لم يعرف له مخالف، ما معنى لم يعرف له مخالف؟ اش لم يعرف له مخالف؟ شاهدوا 17، تجتمع الصحابة ونظروا إلى هذا 17 كلهم يمسحون على الجوانب ولم ينكروا عليهم، هذا معنى أنه لا يعرف له مخالف. وأقول لك واحد القاعدة، راه ليس من الأدلة الشرعية قاعدة صحابي لا يعرف له مخالف، راه ليس دليلا شرعيا، راه ما كاينش في الأصول نهائيا. هذا في الحقيقة أنا استغربت، أنا فسمعته والله لا استغربت، قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ليس من الأصول الفقهية، يعني كأن كتب الأصول ما طرقتش هذا الباب. أنا هادشي اللي فهمت على حسب الفهم ديالي، اللي فهمت بأن كأن يعني علماء الأصول اللي تكلموا في اللي كتبوا في الأصول وألفوا في الأصول بدءا كي قلنا بالغزالي في المستصفى والجويني أبو المعالي في البرهان وغيرهم اللي جا بعد منهم الرازي في المحصول والأمدي في الإحكام إلى آخره، ما كتبوش في هذا الموضوع. قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ليس من الأصول الفقهية. فجوابا على هذا أقول قول الصحابي موضوع مطروق في عامة كتب أصول الفقه ضمن آش ضمن الأدلة الشرعية المختلف فيها، فتذكر الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، معنى التضاري يخالف ولكن هما تيعتبروا القياس لأن المذاهب الأربعة تيعتبروه، ثم يريدون بقية الأدلة الأخرى. هذيك الأدلة الأخرى نعم مختلف فيها، اللي منها الاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وسد الذرائع وعمل أهل المدينة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وممن بسط القول في ذلك، أنا أقول الطلبة إلى بيرجعوا، الزركشي في البحر المحيط، يعني في هذه القضية قول الصحابي طول فيها مزيان. ابن القيم في أعلام الموقعين، ابن القيم في أعلام الموقعين. القرافي رحمه الله المالكي في نفائس الأصول في شرح المحصول ديال الرازي. الغزالي كذلك في المستصفى. الأميدي في الإحكام. الحافظ خليل العلائي في إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. سبحان الله العظيم، تميز بواحد الحاجة، تميز بحسن التقسيم والتبويب في هذا الباب، وهذا من الكتب اللي يرجع لها الطالب إلى يشوف هذا المبحث. تميز رحمه الله كتابه باش بحسن التقسيم والتبويب، وضم جميع المباحث المتعلقة بقول الصحابي وأدلتها، جمع كل شيء تما. بل الشاطبي الله يرحمه، الشاطبي المالكي في الموافقات تورد قول الصحابي أورده، وامتاز باش بعرض الأدلة على حجية قول الصحابي وبيانه حسب مقاصد الشريعة، يعني ربطوه هو باش ربطوه بمقاصد الشريعة.